دائما نتوما كتتابعوا كما تنقولوا الفيديو ديال المنتخب هذه لا فينال اللي لا ربما تصاور معرفتش واش واجدين ولا ما واجدينش كيبين بورت هذا. تقدم بشكر جزيل لسيادتكم وراديو اصوات جريده اصوات على هذه المبادره هذه القيمه. صديقي محمد رئيس جمعيه عيون الامل للمكفوفين وضعاف البصر، جمعيه اسست منذ سنه 2013، جمعيه طبعا اجتماعيه ثقافيه رياضيه. فعلا اليوم بمناسبه اليوم العالمي للمعاق وتحت شعار كافي في طاقه لا اعاقه، نظمت الجمعيه الدوره الاولى الايام الثقافيه بدار الشباب، واللي اليوم كان البرنامج كيشتمل على ندوه اللي حاولنا من خلالها اننا نناقشوا محاور اساسيه، محاور ثلاث، فكانت ناقشنا فيها طبعا المراحل اللي كيمر منها الشخص الكفيف منذ الطفوله الى ان يحصل على الاجازه او الى ان يحصل على العمل، تطور تكنولوجي ومدى التجاوب ديال الشخص الكفيف معه، وكذلك الانجازات اللي حققوها المكفوفين في المجال الرياضي. طبعا كاين بزاف ديال المعيقات اللي كتعترضنا، فمثلا هنايا في مدينه تقريبا كنتمنى انه يكون واحد المركز ديال المكفوفين اللي يقدروا يقراو فيه، وكنتمنى باش انه بزاف ديال الامور تكون ميسره لنا في المجال الرياضي، في المجال الثقافي، وكذلك اجتماعيا اللي هو محور مهم اجتماعيا، لان الناس المكفوفين هنا كيعانيو، الناس الشباب اللي فقدوا البصر واللي كيعانيو بصراحه معاناه كبيره، وكذلك عندنا مشكل ديال التنقل اللي كنتمناو من جميع الناس يلتفتوا التفاته لهاد الناس هادو، وطبعا باش نقدروا نمارسوا الانشطه ديالنا بكل يسر. وشكرا بزاف مره اخرى لجريده اصوات على هذه المبادره. شكرا. الاسم ديالي ناني حريمه. نعم. ولد البنيه؟ والبنت ديالي فكيه سعاد. شحال السن ديالها؟ السن ديالها 1977. نعم. ومنذ الولاده وانا كنعاني معاها. نعم. الى يومنا هذا. نعم. ودابا كنطالب بالحق ديال بنتي. لا واش قرات ما قراتش شنو؟ قرات حتى شقل شي شويه ماشي بزاف. عندكم شي مدرسه هنا ولا ما عندكمش ديال المكفوفين؟ ما عندناش مدرسه ديال المكفوفين نهائيا. نعم. كنطالبوا بها. جميع المكفوفين كيطالبوا بهذه المدرسه هذه. نعم. ولكن حنا انا كأم. نعم. كأمهات كيسمعوا كيعانيوا. نعم. على بناتهم. كجميع. نعم. المكفوفين. نعم. كيعانيوا على بناتهم منذ الولاده. انا بعدا شخصيا منذ الولاده، بنتي منذ الولاده وهي كتعاني. شنو هي المطالب ديالكم دابا؟ بغيت تطالبوا الدوله ولا مسؤولين؟ مطالب ديالنا كمواطنين ومواطنات، عندكم واحد المطالب ديالنا هي كان خاصهم باش واحد المبلغ شهري يعيشوا به. نعم. نعم. الادماج ديالهم، تطالبوا بادماجهم اجتماعيا. ادماجهم اجتماعيا. نعم نعم. هادشي اللي باش كنطالب. شنو هما المشاكل ديالكم؟ هضروا معايا، شنو سمعتوني دابا؟ سمعنا. قولي لي. عندنا المشاكل بحال دابا حنا في جمعيه عيون الامل، عندنا مشاكل في النقل. نعم في النقل. النقل على حساب الترونسبور، فهمتي؟ من يدينا من يجيبنا راك عارف. نعم النقل العمومي ما عندكمش هنا؟ ما عندكمش الولوجيات؟ ما عندكمش؟ لا. مركز دراسه ما عندناش. النقل مركز الدراسه. نعم. مركز الدراسه. انا ما صعبينش باش نتعالجوا، ما صعبينش، انا وحده منهم بعدا. نعم. مناش تعاني يا بنتي؟ عندي السكر، تناخذ الدواء بزاف ديال حساب السكر هو اللي دار لي الشبكه باش مشى لي يشوف دابا ضبط عامين. نعم. ما صعبينش نتعالج، يعني دار الله على قد الحال، غير خلى غير الدار من هكا لهكا ما كاينش شي حاجه. ايوا اذا الطبيب، ايضا الطبيب اي باص مشيتي ليه ما تيحلوش لك واحد المريض، تيقول لك ما عندكش فلوس صافي سير. ما كاينش هاد الرميد ما تيفيدكمش؟ والو ماشي، انا ما تيفيدني حتى شي حاجه. ما كيفيدونا حتى بحاجه الصراحه. هاد الرميد ما خدامش. ما خدامش. واش ما تيخدموش فيه في لوبيطال؟ واش المشكل؟ ماشي واخا كيخدموا فيه. يعني ديما حنا متاخدين. لا بالنسبه للتحاليل، بالنسبه ما تيفهمش الوضعيه ديال المعاق والمكفوف بشكل خاص. دابا ما كيفهمش الوضعيه ديالنا. عيانه ما تنبغيو نجيو حنا لدار الشباب، ما كاينش من تيدينا ويجيبنا. ما كاينش حتى نوحلوا، واخا تبغي تجي لدار الشباب تبقى فيك الحاله، تبقاي كتقنعي وصافي تريحي في الدار. ما عندناش واحد الامكانيات باش نجيو لدار. من غير ترونسبور صافي، هادو هما المشاكل تقريبا. خاصنا حنا واحد الشهر يديروها لينا حنا. دابا هذا راه غادي ننشروا في جريده اصوات. شكرا. تتوافقوا ياك؟ شكرا. نعتمدوا على المبلغ المادي، يعني ما يتوليش حنا خاصنا واحد المبلغ باش غنعيشوا حنا. شحال قد والدينا واحد النهار غير. انتم الامهات ديالهم؟ حنا والدينا. شنو المعاناه ديال ولادكم وداك الشيء؟ هادو المعاناه تعانوا معاهم؟ عندها السكر وعندها المصاريف بزاف.
نعم. واحد ما كنكون عيانة ما تنسيش نعطيه باش تركب باها عيان. نعم. هو الحمد لله. حنا بغينا في هاد الناس المكفوفين بغينا حتى حنا شي واحد الشهرية واخا كل اللي كان. المهم اللي قسم الله حنا شوية ما. اللي كان شحال والدينا غيعيشوا لينا لا بدا خاص أخي الكريم عندك شي ملاحظة؟ شنقول لك عندنا هاد المدينة هادي المجتمع ديالنا ما كيرحمش. نعم. المسؤولين عندنا هنا في المدينة ما عطاش الأهمية الكافية. نعم. من ناحيتاش بحالاش قربني شي شويه ماشي دابا كتمشي باش تطالب باش كتبغي دير شي نشاط ولا كتبغي دير شي رحله كتبغي دير شي نشاط او كتبغي شي مساعده من انت متزوج عندك وليدات نعم نعم انا عندي ثلاثه وليدات عندك ثلاثه اش غتمشي باش غير باش تعيش باش مع الحباب مع الحباب نعم مساعدات وكذا لا والو واش من الدوله لا عامل مساعدة ديال الناس درتي شي مرة شي درتي شي طلب مساعدة في فيسبوك راني طلعت عليه اشنو الاسم ديالك؟ هشام قيداني قيداني مرحبا إذا هذا راه غادي ننشرو بجريدة الأصوات مرحبا ياك؟ مرحبا هذا شكرا لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس